قول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه: من الجفاء أن تسمع الأذان ثم لا تقول مثل ما يقول. هذا دليل لمن قال بوجوب متابعة المؤذن، وقد ورد مرفوعا عند أحمد والطبراني وغيرهما، لكن لا تخلو من ضعف. ومع هذا كله فالأظهر هو عدم وجوب المتابعة، بل إن متابعة المؤذن سنة، وقد وضحنا ذلك في دروس، ولنا مقطع فيما يتعلق بهذا. والأحاديث لو كانت المرفوعة منها صحيحة لكانت فيصلا، لكن أثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولا يدل على الوجوب، لكن مع ذلك هو تأكد.